انتي معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا. اليوم حبيت اشارك معكم تسريحة شعري اللي هي هذه فوالا هذه اللي راح نديرها في العيد. قالوا لي دي هي كيش تديري شعرك وكيش تخدميه كيما هكا، اسكو تروحي عند كوفيس اسكو تخدميه وحدك؟ وفريمون صراحه يعني سهله بالبزاف، اسهل من اللي ممكن تتوقعي. فوالا راح نوري لكم كيش نخدم شعري ونقول لكم نحبكم بزاف وتهلاو لي في روحكم وعيد سعيد ويا ربي يكون رمضان فاتي لكم بالصحه والهنا وتكونوا صمتوا بالصحه والهنا وعيد مبارك. وما تنساوش تخلوا لي هنايا تقولوا لي عيد مبارك باش نحس روحي كيما هكا غايه. وثانيك اذا كنت جديده معانا ومشي مرة تشوفي لي فيديو تاعي وباغي لي فيديو جديد يوصلك ما تنساش ديري اشتراك في القناه تاعي. اذا كنتي محبيباتي ما تنساش ديري لايك باش تشجعيني. نقولكم نحبكم تهلاو في روحكم و الزول حبيبي وحبيباتي. بان فوالا اليوم حبيت نوريكم التسريحه تاع شعري اللي راح نديرها في العيد. وهذه التسريحه تاع شعر نتوما بزاف 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 كنتو تطلبوها مني سورتو كي تكوني شايفيني دايرتها في فيديو اخرين. اولا التسريحه فريمون سهله والحاجه اللي مليحه فيها بزاف وتعجبني بزاف هي ما تطلبش انك حاجه منظمه. معناها مهما كنتي ماشي منظمه مهما كنتي مخصصتها مهما كنتي دايره فيها اي حاجه توجور راح تجي طوب. اولا راني جبت مسلسيك تاوعي فوالا هذو هما اللي جبتهم وراني مجبت مشطه كيما هذه باسكو انا بغيت بزاف نمشط شعري بهذه وتساعدني بزاف هذه المشطه. وثاني جبت هذا السلك تاعي كيما هكا باش نوزع به خاطر تشوفوا بوينتي منا باش نوزع به شعري بغيت نمشي نوزعها وانا المهم راكم على بالكم. فوالا حاجه الاولى اللي غادي نديرها نحل شعري باسكو راني حاطه فيه مساك فوالا. ومن بعد انا شوفوا غادي ندور وغادي نبدا نخدم لكم. انا ماشي نشوف في ظهري ما عنديش عيني في الظهر في كفايه انا غادي نقطع شعري نسيه قطع الا خرجت شويه زيكزاك الا خرجت ماشي نيشان ماشي كي حاجه ماشي بروبليم. انا راح نبدا فوالا فوالا هذون فوالا هذه غادي نحكمها شوفوا فوالا غادي نحكمها. راني قسمت هنايا طلع لي هكا في صبعي ما عباليش ما الى جا الى جا نيشان جا خط نيشان شي نيشان ما تهمنيش حاجه ما تهمنيش. فوالا من بعد كي غادي نجيبها غادي نمشطها نقلح بارتي من شعري شغل قلحت بارتي صغيره من شعري فوالا هكا هي هي كيما هكا. انا غادي نقصها على ثلاثه نديرها وحده زوج ثلاثه فوالا غادي نبدا بهذه. فوالا هذه هي فوالا غادي نبدا بهذه. فاش غادي نخدم غادي نخدم بابي لي زير كيما هكا فوالا هذا كيما هكا نخليه يحمى غاية نخليه يحمى غاية. ومن بعد كيما كي يحمى اش غادي ندير غادي نجيب شوف انا ما نديرش منه ندير غير مع التوالي سيغتو مع الشعر هذه جايه من راهو نبغيها غير مع التوالي تبان بلي راهي بوكلي فوالا. نسيي نزير مع انها كريمي اللي كيما هاكا راني نزير في الشعر غاية باه ما ينحلش فوالا. غادي نخليها كيما هاكا ديجا هذا ماش حامي غاية راهي على جال الاغراض الفيديو راني درت لومبو وخليه يحمى غاية ومن بعد نديرها فوالا. غادي نخليه كيما هاكا نصبر شوف انتي على حسب بابي ليس تاعك الا كان حامي الا كان ماشي حامي الا كان عندك كاليتي مليحة باسكو هذا ماشي حاجة كان غير انايا نسلك بيه وصاي. فوالا انا راني صبرت مع بعض دقيقه ما بغيتش نضيع لكم وقتكم كاع دقيقه وانتم قاعدين معايا رابده كيما هكا وصاي. فوالا راني صبرت دقيقه دركا غادي نقلعه فوالا شوفوا كي نقلعه كيولي فوالا. انا غادي لا بارتي هذه اللي درتها هذه الصغيره غادي كاع نعاود ندير كيفها هذه اللي قطعتها على زوج ثاني غادي نديرها كيما هكا غادي ندير نفس الشيء. انا غادي ندير نفس الشيء لهادو وغادي ندير نفس الشيء لشعري من هنايا. شوفي كيما قلت لك ما يهمش قطعي كيما بغيتي ماشي قطعي معناها قصي خاطرش كاين اللي يحسبوها قصي مش قصي معناها
ديري لابارتي ديالك كي بغيتها بالطريقه ديالك كي بغيتها ما يهمش. هذه كل ما يجي فوضاوي كل ما يجي شباب كل ما يجي حاجه هكا روعه. اما انا نكمل هادو تحاتها وراني نولي لك. فوالا راني في البارتي التالية. الاولى اش درت؟ قسمت شعري لثلاث بارتي ومن بعد قسمته هنايا ومن بعد كاين هنايا وخليت هذه وحكمتهم بالمساسيك. هذه حاجه. ومن بعد كاين هذيك لا بارتي الاولى اللي قسمتها اش درت لها؟ قسمتها ثاني على ثلاث خطرات وخدمتها كيما هكا. وثاني شوفوا كاع باقي الشعر درت له نفس العمليه، يعني ما درتش كاع حاجه واو ولا حاجه يعني صعيبه، غير هي وراني نعاود فيها. بقات لي غير هذه نكملها، راني صابره كيما هكا بلامه. باش على عندي ملي بديت حتى دركا عندي واحد نص ساعه. علاش نص ساعه؟ باسكو بابي لي استعي ماهوش حامي بزاف، سبور سا قعدت نص ساعه. وثاني حاجه واحده اخرى، انا شعري قوي بزاف بزاف بزاف، شعري قوي بزاف سبور سا نطول معاه. فوالا شوفوا شعري كي جا. باقي لي هادي نكملها ونوري لكم، وثاني نوري لكم قاعد دقيقة. فوالا غادي نقلعها باسكو ما بقاتش نقارها بزاف. فوالا ها هي لا كي قلعتها كي ولات. نقلعها لاكم. شوفي تقدري تخلي شعرك كيما هكا ها هو. كيما هكا انا راه عاجبني وراه باين لي بلي فريمون شباب. الا ما بغيتيش تخليه كيما هكا بان لك بلي شويه اوفر، شديري جيبي غير صبعيك دخليهم في شعرك كيما هكا وديري هكا باش تحليهم. سورتو اذا كان شعرك قليل وديري هاد العفسه اللي راني ندير فيها يبان بزاف قوي. فوالا واو شتي شعر راه يبان قوي. فوالا شوفي شعر. فوالا شوفي لا ديفيرونس ما بين هاد الجهه شعري تبان قويه وهادي. ثاني غادي ندير كيما درت فوالا شتك راه يبان عجبني بزاف. لا ماشي تاعي غادي ندير لها غير هكا. فوالا هذا هو شعري كي جا كيما هكا وراه عجبني بزاف. فوالا هذا هو جا كيما هكا. تبغى ديري له لاك ولا تبغي تزيتيه شويه هذيك حاجه ترجع لك انتيا. انا المهم انا عجبني كيما هكا غادي نخليه كيما هكا وغادي نفوت به العيد تاعي كيما هكا. درك راني في الليل وراني في ميلكم في الليل باسكو غدوه راني خدامه وما عنديش الوقت باش نفيلميكم. وحبيت نقول لكم بلي سمحوا لي بزاف بزاف باسكو طولت عليكم. عبالكم بلي العيد راه جا ورمضان توالى ديري حلويات وراني لاهيه بزاف. المهم حبيت نشارك معكم تسريحه تاع شعري. بوان فوالا نتمنى تكون عجبتكم. فوالا خاصه انكم نتوما بزاف 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 طلبتوها مني وكنتو دائما تقولوا لي ديريا ورينا كيش تخدمي شعرك. فريمون كي نخدم شعري حاجه سهله بالبزاف ما نتعبش معاه ما ماشي حاجه يعني كيما وريت لكم. نتمنى الفيديو يعجبكم. نقول لكم نحبكم كاس معكم حبيبتكم اللي هي اللي تحبكم قد الدنيا. الى كنت جديده معانا وحبيتي لي فيديو اخرين يوصلوك جدد اللي نديرهم ما تنساش ديري
ما تنساش ديري ابوني في لاشين تاعي، ولا كنتي محبباتي وما فان تبعوني ما تنساش ديري لايك باش تشجعيني، وباش كل مره ندير لكم فيديو جديد وشباب.